السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار اخر وفي رياكشن اخرى وفي رياضه اخرى، مقطع اخر ان شاء الله. فيديو اللي معاوتاني عندنا كما قلت لكم رياكشن، غادي نديرو غنديرو نيت المصارعه نيت ان شاء الله. المهم باش ما نكثرش عليكم بزاف، الناس كما بقى على كلمتي كما وعدتكم نبدا نوع عليكم رياضات بزاف، وكاين رياضات اخرين ما قال على الرياضات اخرين عاوتاني ان شاء الله غادي نطرقوا لهم كاملين. المهم الناس اللي باقي مشترك في القناه تشاركوا معنا في القناه، طبيعه الحال عجبكم الفيديو ما تساوش ديروا لايك. بلا ما نطول عليكم تلاقوا من بعد الانترو. اوكي نبداو على بركه الله، فيديو ديال المصارعه اليوم عندنا. هذه ديال بطولة أوروبا ديال 2020، بطولة أوروبية ديال 2020 ديال لاليوت، فيها لاليوت غريكو، هذه فيها لاليوت غريكو ولاليوت ليبر ولاليوت فيميني، الدرية تما داخلين فيهم، يعني تشوفوا أودي وشي حاجة من البطالة. حيت أوروبا كتعتبر أحسن بطولة كاينة في العالم تقريبا. شوف كيفاش كيقني لي على رجليه، مساو 60 كيلو ليبر. أوي على ديفونس كديرة، ديفونس واعر دار لي، ديفونس واعر ما غدوش هكاك الا بلاتي، دار لي ديفونس واعر، ديفونس خطير. 65 اسماعيل موسكاي في هنغاريا مع موندوفيا ما شاء الله. شو دا غيضربو بوب، ولكن ديفونس ديال موسكاي سرق لا بالزرق، روسيا وبيلاروسيا او بلغاريا. سيزو هذا كيتسمى سيزو، هذا الروسي هذا تصادو لايف، هذا عنده ثلاثة الأولمبيات، اللي عنده ثلاثة الأولمبيات وخمسة بطولات العالم. هذا الروسي 97 كيلو، الرياج ألمانيا وروسيا. واه 4 بوان سنتر من الفوق شين. وي إيبون كنا شفنا في الفيديو اللي قبل، لا بقيتو عاقلين، كنا شفنا الفيديو اللي قبل ايبون كيديرو صحاب الجيلو بزاف. هادشي الجنس اللطيف اش كيدير، راه حنا اللي جنس اللطيف. ايوا كاعديك باراش، هادو غريكو هادو شي. لاحظتو اكثرية اللعابة هنا اكثرية الروسي، نيفو طالع رواز. هادي غريكو، هادي لاراش ديال غريكو، باش نفرق باش الناس اللي ما كيعرفوش الفرق ما بين غريكو والليبر. الليبر كتلعب لو كور ديالك، كان تقدر دير لي زاتاك ديال لي جومب، تشد لي جومب، تشد اي حاجه. اما الغريكو لا، الغريكو ما عندكش حق تاتاكي لي جومب، يعني كتخدم غير من النص للفوق. هذا هو الفرق بيناتهم، وكل واحد لونطريما ديالو، كل واحد لونطريما ديالو. ايطاليا وليتوانيا، هادو غريكو بجوج ومال غريكو، راه في لي سانتور قباح شويه مع لي سانتور كيضربو من الفوق ديال الغريكو. هذا هو صادو لايف 97 كيلو. اي باساج خطيره روسي، الله يشعاود كاين شي حول، ماخصكش تمشي هكا، خاصك تبقى تشوف فيهم تستمتع بهم. شوف لاطا كثيره، شوف باساج كثير. وي عرض لي الفان ديال الجومب، داري فهاد الحال غيمشي رجل الاخر معايا بعد رجل، مشى لي لا سانتور ديالو شد. هادي غريكو، هادو غريكو، هادو شي ماشيتش لي رجلي، كيشدو الحزامات. اوكرانيا وبيلاروسيا، هنغاريا واذربيجان، ليبرادو 97 تكون صحاب. بوكس 77 فرنسا، فرنسا مزياني وكي كي جنس بزاف فرنسا. شاميزو دا عز الطلياني مزيان، شاف الباساج مينا عاوتاني نفس اللعب. نجوم جورجيا غريكو 72 كيلو. جورجيا وكرواتيا، جورجيا وكرواتيا 72. شو لاراش كبير كتلعب دابا في صحاب الليبر، ما يديرش هاد لاراش هادي حيت كيمشي ليه رجل. برادافول نعاودوها، ما تمشيش هكاك هادي تاني، ار لي برادافول نعاودو نشوفو. برادافول ياك، برادافول خطيرة، برا الا فولي خطيرة بزاف، كيطلع عليه جورجيا مسطي. ليبر 65 هادي كتسمى رونفورشمون، هادي صوتها بيه. دريات
واو 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 عتي بس بلا الدق خاص تكون عندك العنقرة صحيحة والظهر صحيح. روسي كيما قلت لكم قلتو داك الفيديو قلت لكم روسيا كتعتبر من احسن المنتخبات في المصارعة الاحسن اللي ما قلتش هي الاحسن. روسيا خطيرة بزاف كاين الامريكي كاين ايران كاين دول بزاف ولكن روسيا انا بالنسبة لي شخصيا كنشوف ان روسيا عندهم المصارعة في شكل كيتفوقوا فيها بزاف الى جانب السامبو كومباش ما هما كونس الفيديو شو هذا السنة نطيحين الفيديو السنة ولا باقي الفيديو مشكل زوس في السنة بساسة دولي بصاش طالياني عزيم زيانة شاميز لكن الاخر روسي سلمان بقى الرياج نورفيج و أزربيجان. واو 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 بغاز ديك اللي غطيح ديك غطيحة كاترفون سينكفون كيني كيعطا سينكفون كيعطا كاترفون حيت بالي رجلي تهزو من الفوق بجوجو على حساب الاربيط والتقديرات ديالو. شوف واحد السن قداش في الميزان ايش نعاود شوف قداش كيبانو كبار واحد السن ليبر فري ستايل والله يجي تيبانو صحاح بالله بوكو مويف مع سميتو روسي تا هو داك الصراحة. هادشي فاش كانت روسيا باقا كتلعب حيت دابا روسيا راه معاقبة مع الحرب الروسي واوكرانيا معاقبينهم ما كيلعبوش ما كيشاركوش البطولات بطولات اوروبا ما شاركوش فيها ما شاركوش بطولات العالم معاقبينهم كاع ما كيشاركو المانيا دويتشلاند هذا عندهم غريك هو داك الالمان اللي بين ايوا ريات 53 كيلو ميو 25 كيلو ايوا الرشاقه والقوه مجموعه مجوج وتبقى وحده ما براهمش يعني ما براهمش دي واحد لاراش من الارض سربيا فوق سربيا كده العصا قريك واد دو قريك واد لاراش دو دل قريك واد ويا واو 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 عتي باش خرج الناس اللي كيديروا المصارعه غادي يعرفوا هذه القضيه عتي باش خرج برا لافولي في الليبر صعيبه خصك تكون كطير فيها شوف باش خرج في الليبر ما ساهلاش والله ما ساهله بالله بوزيسيون ديال الليبر ما كتعاونش في البراتافول ما دريش 65 كيلو شوفوا كوزينتك يوناني مع روسي وام الاحمر خاطر ما بقاش يونان في المصارعة ما بقاش كيعطيو بزاف في المصارعة 92 توك برادا بولي تا هو فورمة واعرة عندهم تبارك الله فورشمو مبقاش شاد وكمل كرايكودو 65 شوف ميزانة الصغار هادو كرا الطر ديالهم صعيب بزاف اكروبات هذا كيسطيني هذا النرويجي مع شنو سنانو طايحين عرفتي كنت في لونطريما ديالو مسطي مجنون بطل ارمينيا تو بطل العالم بزاف مرات ارمينيا قربان سوسينا يا سوسي فريسايل اسطورة المصارعة في روسيا. وبهذا الاخوان تكونوا كملنا الفيديو ديال اليوم ديال لاليوت كما قلت حاولت جبت الفيديو فيه لاليوت كريكو ولاليوت ليبر ولاليوت فيمينين باش تكون على درايه بالليوت كاملين بسميتو بالسيله ديال لاليوت كامله وباش من قبل ما نساليو الاخوان اللي عندكم شي اقتراح بغيتينا ندوزو شي رياضه ندوزو شي مقطع ديال شي رياضه ولا عندكم شي مقطع بغيتينا ندوزو مرحبا خليو ليا في الكومونتير شنو كاين ندوزو سامبو كومبا جيدو البوكس اي رياضه باش تدوزوها مرحبا
مهم باش من باش الفيديو ما نطولش لكم بزاف. كما قلت لكم الانستغرام ديالي كاين لتحت والفيسبوك ديالي تا هو اللي كنحط لكم اللي كنحط لكم السميه باش تدخلوا ديريكت ما تلقاوش مشكل. لي ليان ديالي عن كاين تحت الديسكريبسيون. صيفطوا لي ميساج بغيت تواصلوا خصكم واشكم بروغرام حيت انا ما نمشي ناخذ شي حاجه اللي كبيره بزاف. ولكن اي نصيحه اي سؤال مرحبا، ولا اي افاده بغيتي تفيدونا بها، درت شي غلط درت شي تقديمات غلط في شي حركه غلط في شي حاجه بغيتي تصح ليا، مرحبا على الراس والعين ما عنديش مشكل. انا حنا كاملين كنتعلموا هنايا. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، الناس باقي ما مشاركش مع القناه شاركوا معنا في القناه. بطبيعه الحال عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع اصحابكم اللي كيهمهم هذا الدوميز ما كاين الرياضه اي رياضه كما قلت لكم. و تهلاو.